فلئن كان لجانب الترغيب والثواب أثره في التربية فكذلك جانب الترهيب والعقاب له أثره في تربية الطفل وتقويم خلقه وسلوكه أيضا. إلا أنه ينبغي لمثل هذه المرحلة وهي مرحلة الطفولة من سن الولادة إلى سن التمييز وهو ما يقارب السادسة أو السابعة ينبغي أن يجتنب بمثل هذه المرحلة العقاب البدني، ذلك لأن ضرره كثير كما قال الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى، قال: الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذلك أن إرهاف الحد أي المبالغة بالعقاب في التعليم مضرة بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم صفى به القهر وضيق على النفس بانبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخبيئة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن وهي الحلية والمدافع عن نفسه ومنزله وصار عيالا على غيره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في أسفل السافلين وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسر واعتبر في كل ما يملك أمره عليه فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا يستمد عليهم في التأديب انتهى كلامه رحمه الله فالعقوبة عباد الله ليست على منوال واحد وينبغي في مثل هذا أن يجتنب العقوبة البدنية وأن يراعى غيرها وأن يخالف بها وأن تكون على درجات متفاوتة وليجعل لكل واحدة ما يناسبها من الفعل الواقع فأحيانا ربما أن يعاقبه بأن يظهر له عدم رضاه عليه وعدم البشاشة في وجهه وعدم الضحك معه أو أن يعرض عنه وأن لا يقبل عليه أو أن يريه آلة العقوبة كالصوت والعصا ويهدده بها أو أن يطرك أذنه أو أن يترك تكليمه أو أن يترك القص عليه أو أن يعاتبه بكلمة مهذبة أو إشارة لطيفة أو يمنعه من شيء يحبه ولربنا قد يتغاضى الوالد على الطفل في هذه المرحلة ويتغافل عن هذا الفعل الذي قام به كأنه لم يتنبه إليه إلى غير ذلك من الوسائل.